السلام عليكم. شارع فريد الأنصاري. الإنصام على اليمين. هذه 10:13. الشارع يعني أبار كلكو أبار يعني الإنارة، إنارة اللي باقي يعني مدخل على الخط، يعني خاصو كلكو غوتوش، داك الشي قليل. نمشيو لسبعيون نشوفو السوق كي داير. سوق سبعيون اليوم الحد، يوم 21 أبريل. دي مقهى سرايا على اليمين. بلونكو مقابلة معاها. الطريق على اليمين كتخرج الأناسي، على اليسار رياض الزيتون، وحنا محسوبين في مرجان. كما كتلاحظوا القواد استقادوا مع القدرون، يعني هنا سالا وهنا الخدمة. ها القواد ساو ما ندوز فوق القادوس، سمعتوه؟ يعني تقاد هادو دي باساج بيتون، هما هادو دي كاس فيتاس. حضيو فاش كندوز فوق منهم، الدجاج فاش كان تندوز فوق منهم تيتكلموا، لحقاش راه هما متقبينهم. هادي مرجان الصغيرة، مرجان ماركت، وهذا الحي الجامعي على اليمين. الدراري جايين غاديين للملاعب القرب. زيد عمال يعني نايضين، كاين الاشغال يعني خدام. هذا باساج بيتون ندوزو فوق منو. سمعت
سمعتش مزيان مع الاكسيلاتور، ولا كتسمع كتسمع في الروايد. هنا تسمعت باساج بيتون بيني، هادو قاطعين الطريق هنا تيخدمو الجهة اللي من لهيه. دايرين لهداك داك القدرون بيكي اللي قلنا خدامين فيها، زوينة هاديك البلاصة. بس هادا بوان دونك كبير، هاديك البلاصة يعني كلها بيكي رون بوان، يمكن تيديرو لي رون بوان كيديروهم كامل كامل، تيديروه بداك البيتون بيكي بحال هاد البلاصة اللي غندوزو فيها. كتسمع ديري لي رون بوان، ديري لي باساج بيتون، ها واحد اخر ها هاد الرون بوان كانوا خدامين فيه. كانت الطريق مقطوعة، نشوفو كي راه كامل كامل. هادو ما تيديوهاش في الطريق، هادو هذا كيديوها غير بيناتهم، تخصهم يتعاندو بيناتهم، ما تيفكروش بتاتا في الطريق ولا السيارات، ولا خصهم تحضيو مع هاد الدراري يعني المراهقين. هادو على اليسار هنا تيقادو هاد البلاصة، هنا على جنب فريد الأنصاري، على جنب قصر أيام زمان، يعني النهاية نتاع شارع فريد الأنصاري، هنا تيتسالى شارع فريد الأنصاري. دابا خرجنا لشارع بيران زران، شارع بيران زران غادي نخرجوا للطريق الوطنية رقم 6 وغنتبعوها حتى لسبعيون. حتى الواد جديدة يعني السوق لحد اليوم طاحت شتا بالليل وطاحت الصباح. هذا على اليمين سيدي بوزكري، الحي الصناعي سيدي بوزكري. هذه البومبات زيز، صوروا شوية الطبيعة على
برا من كلاس. الطريق الوطني رقم 13 ودخلنا للطريق الوطني رقم 6. هذا لوزين ديال ساليدور على اليسار ديال البونش. الشتيوة اللي طاحت عاوتاني انتعشات الارض، يعني نسبيا غتبقى شاده الخضوريه واحد شويه عاوتاني. واخا هو كاين حقول اللي بداو تيصفروا، كاين اللي طابوا، نتمنى من الله ما يكونش تاثير نتاع الامطار، باش كاين الشتاء كثيره راه كتكحل الحبوب. كتبان الشجر على اليمين المدرسة الفلاحية، واحد الأخ وضع سؤال، هذيك الفيديو اللي صورت لكم البارح ديال المعريض من حمرية جينا حتى لشارج السواني حتى للمعريض، واحد حط تعليق تيقول واش المعريض دايرينو في المدرسة الفلاحية؟ وداير إنام، إنام يعني ليكول ناسيونال دغريكولتور، وزاد هذيك الأم ديال مكناس. وأنا داير فيديو من حمرية حتى وصلت لدايز حمرية كابو بلا بوعماير، طلعت مع عبد الرحمن بن زيدان عقباد المرس، ودخلت على القصر حتى للشاريج، وضربت دوره في الشاريج، ها المعريض ها الشاريج. هو كيقول لي واش المعريض دايرينو في المدرسه الفلاحيه، يعني ما شافش الفيديو.
يعني شاف العنوان وكتب وصافي، وحتى العنوان كنت كاتب فيه سريج سواني، ذاك البانو اللي داير يعني ديك لا مينياتور داير فيها المعارض الدولي للفلاحة سريج سواني. هذا لما كانش يعني ما عنده حتى خبره ولا ما عارف حكى عن كناس، يعني ما عارفش بان كاين اللي كيقول واش المدرسه الفلاحيه كاينه في وسط مكناس، مع ذلك كانت يعني ديك المدرسه نتاع المهندسين الفلاحيين نتاع التقنيين اللي كاينه في جنان بن حليمه، قدر يكون يعني هذه المساله ما عرف ولين داير انا ليكون ناسيونال د الريكولتور. هاد الواد هنا كيجري، هاد الواد اللي تيدوز حدا الكورنا يمكن تيكب في هذا، حيت هذا هو اللي كيمشي لويسلام. السلام عليكم.